في اسكندرية زي ما انفردت بيها الوطن مشكورة في الصورة اللي قدام حضراتكم. الصورة دي ده مقر انتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات المحتملين حتى الآن، يعني زي ما قالت جريدة الوطن اسمه المهندس محمد أشرف سردينة، ده مرشح في المنتزه شرق اسكندرية. الناس واقفة بالطوابير على المكتب بتاعه في منطقة اسمها الرحمانية عشان ياخدوا الفول والزيت والسكر والعدس والحاجة الجديدة والفول الصويا الجديد ولا الفاصوليا عفوا، الحاجة الجديدة اللي هي كانت العجوة. تخيلوا حضراتكم مرة تانية الناس بترجع تستخدم هذا الامر، احتياجات الناس وفقر الناس زي ما حضراتكم شايفين. دي صورة مجرد شريحة من الناس اللي واقفة عشان تاخد الزيت والسكر عشان مرة تانية نرجع نشتري زمم الناس ونشتري اصوات الناس، ورجعت ريما لعادتها القديمة ومفيش حاجة حصلت.